اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حابب ان هي تكون فيها بساطه، سهوله، مرونه. تخش المطبخ انت مش عارفه تعملي ايه، لا بالعكس لازم يكون عندك قواعد للمطبخ واسس للمطبخ وعارفه انك هتعملي ايه. قيمته الغذائيه العاليه جدا بتناسب كل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. معانا جوز فراخ شامورت النهارده من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل. الفراخ الصغيره انا شخصيا بحبها، باكل العظمه والقرقوشه قبل اللحمه. هنعملها النهارده مشويه بالبصل المكرمل. يعني ايه البصل المكرمل؟ يعني واخد طعم الكرمله وفيه السكر. بصل خير ارضنا المصري الجميل الاحمر ده لما بيتكرمل على النار بطريقه الشيف المغازي بناخد منه السكريات والكرمله، بيشارك مع طعم الفراخ، بيكون طعمه جميل جدا. معانا رز مبهر النهارده بالفليفر والطعم العربي الجميل اللي هي البهارات العربيه، الحبهان والهيل والورق الرورو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اضافه له زبيب او جزر، ده اختياري. الاكل الحلو ده والفراخ والرز محتاجين نعمل شويه ملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل مشهوره، وهي اهم من الملوخيه الخضراء. علل ذلك يا شيف، وسبب ذلك لان الملوخيه الناشفه بتتعرض لاشعه الشمس وجمال الشمس لما بتطلع وتسطع على ارضنا الجميله. اخبار الملوخيه ايه؟ ناخد الملوخيه الناشفه بتاعتنا بنسقطها في قلب الشوربه. اللهم صل على، طبعا لازم تنخليها كويس وتكرميها. ما كنتش اعرف تكرميها دي، يعني تكرميها دي في المعنى بتاعنا يعني الواحد يقدم الواجب، يجيب عصير، يستقبله كويس، تكريم يعني. طلع ان التكريم ده لازم ننخلها ونكرمها ونبص فيها. يا نعم، نقلب الملوخيه، مقادير الملوخيه على الشاشه. حلو الكلام، اللهم بارك. ايه البركه دي النهارده يا اخواتي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه شفت الملوخيه جاهزه اهو. خلي بالك اوعى تغلي منك، اوعى تغطي الملوخيه. الملوخيه لو غطيتيها وهي بتغلي تسقط منك، خلي بالك. طب عايز اسخنها يا مغازة اعمل ايه؟ باتت عندي في التلاجة وعايز اسخنها، اعمل ايه؟ الله يوفقك. حلو قوي، جميل قوي. تحطها على النار، شويه ميه مغليين، تشوف الميه بتغلي قدام عينيكي، تبهري الميه اللي انت حطاها دي بشويه بهارات حلوين، ملح وفلفل وكزبره، وفي الاخر تسقطي الملوخيه اللي عايزه تغليها. مش هتاخد منك وقت بقى كده، هتقلبيها كده تقليبه صغيره بوجود الميه اللي بتغلي على النار، هتطلع معاكي زي الفل. لما تيجي تسخني رز نفس القصه، تحط شويه ميه مع مكعب زبده وتسخنهم كويس وتخليهم يغلوا، وتحط الرز اللي انت عايزه تسخنيه وتغطي الحله بتاعه الرز. البخار بتاع الميه والزبده اللي سبق غليانه وتسخينه بيتبخر ويخش جوه الرز وهو بيسخن. تعالوا نعمل الطشه مع بعض، نشيل الملوخيه من النار عشان هو ده. تعالي يا حلوه ونعمل الطشه مع بعض هنا بقى. هنعمل الطشه بايه بقى؟ قليل من الزيت. حلو قوي. وانا حابب بصراحه استخدم معلقه سمنه بلدي من اللي جايباها حماتي في نهايه الاسبوع وجايه تفطر مع ابنها الايام الحلوه الجميله في نصوم الاثنين والخميس ايام رجب. كل عام وحضراتكم بخير، وبدات تهل ايام الحلوه الجميله. وكالعاده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه لينا مفاجآت في الشهر الكريم، شهر رمضان إن شاء الله. بنحضر له من الأيام دي مع فريق عمل قوي جدا قائم على إدارة القناة، معلقة زبدة صغيرة كده زي الفل. وأجهز، يا نعم يا فندم، حاضر. ناخد التومة الحلوة المتحمرة، خلي بالك درجات تحمير التومة لطشة الملوخية يتوقف عليها الطعم. اوعي في حياتك التومة تتحرم منك بتاعة الطشة، أزعل. اهو ده، خليها هنا كده معلش، خليها فين هنا. مصروفك وفري، جيبي طاستين عندك في البيت تعملي الطشه الحلوه دي في البيت عندك. معلقه فلفله حلوه كده في قلب الملوخيه، يا ويلي يا ويلي يا ده زي الفل. الكزبره الناشفه فين يا مغازي؟ معانا زي الفل. ونقلب خلي بالك التومه لو اتحرقت منك بتبوظ لك الملوخيه، سواء بتعملي طشه فته ملوخيه، سواء بتعملي طشه الملوخيه او بتعملي طشه الفته. شوفي درجه الاحمرار معانا، عشان كده سبتها للاخر. حلو الكلام. مكعب الزبده بيساعد على الاحمرار سريعا دون ان البصله او التومه تتحرق منك او ان هي تنشف منك. حلو قوي، مش هنخسر حاجه.
انت معاكي في المطبخ وقتك، محدش بيستعجلك ولا حد يقولك دقيقتين ونخلص ولا حاجة، فالوقت وقتك والمطبخ مطبخك. ومفاتيح السعادة الزوجية يا أمي يا خالتي يا عمتي يا عروسة يا جديدة يا حلوة، مفاتيح السعادة الزوجية ممكن الكلمة الحلوة ولكن هي المطبخ، هو المطبخ. الكلام الحلو بيخلص في الأيام الأولى من شهر العسل، في الآخر هنتغدى إيه يا حبيبتي؟ هنفطر إيه يا حبيبتي؟ هنتعشى إيه يا حبيبتي؟ هو ده أكلمكم الصراحة، ده إيه طبيعة البشر كلها، عايز ياكل أكل من ريحة أمه بقى والجو ده كله. عنا مصر كلها يسألوك على السوشيال ميديا البشاميل يتعمل إزاي والفراخ البنية تتعمل إزاي؟ ده السؤال ده مازال قائم، وعجينة البيتزا. حلو الكلام؟ بكره تاكلينها يا حبيبتي، مش انا عايز بكره وفراخ. راجل عايز ياكل حله محشي من ريحه طعم والدته، عايز ياكل حله كرنب حلوه كده في الشتاء. بتحت احسن حاجه بيهتم باللبس والشياكه والاراك، شكله كده عايز يشتغل ستايلست الايام دي. شفت البصلايه؟ شفت التومه؟ احنا فريق عمل جميل جدا معانا الاستاذ احمد عوض الاخراج النهارده، وقبل ما اطلع الهواء يقول لي ما تقولش اسم حد ولا تتكلم عن حد. طبعا ده الحزم، دي الاداره. فانا معانا شيف زي كده دمه خفيف، دمه تقيل، حضراتكم اللي تحكموا. انا ما بعرفش امسك لساني بالكلام الحلو بصراحه، الكلام الحلو بيديني طاقه، بيديني شقاوه، بيديني سعاده وانا شغال. حتى لما بشتغل في البيت واخش المطبخ بشغل اغنيه عبد الحليم او ام كلثوم او الفنان الجميل رحمه الله عليه الاستاذ صباح فخري، بحبه جدا على فكره. هنبدا نحط الكزبره الناشفه. الله بص على الحلاوه والشقاوه بقى، بص على الحلاوه والشقاوه. هو ده. هناخد دي كده يا عم الشيف زي ما هي كده. ايه ده ايه ده، اوه هو ده. ونفس القصه نرجع تاني كده، هو ده. يا ويلي 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 يا ويلي، هو ده هو ده. ادي الملوخيه عملتها لجوزك في البيت، ليه ياكلها بره؟ اهو ياكلها بقى في البيت كده، بحطها هنا مكانها زي الفل. يلا ما حاضر يا فندم. يلا. مطبخنا على شاشة القناة الأولى من المطبخ المصري بطعم تاني، رؤية فن إبداع. بنوجه تحية كبيرة لكل أهالينا في الريف المصري والصعيد المصري والدول العربية اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، والرؤية والإبداع والفن من ماس بيرو. We'll be right back.